شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توقيع عقود إنشاء أكبر مجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط بمدينة السادات بإجمالي استثمارات يصل إلى 300 مليون دولار، ويقام المجمع على مساحة 154 ألف متر مربع بمنطقة المطورين بمدينة السادات، ويضم 5 مصانع. ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما يزيد عن 7000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويستهدف تصدير أكثر من 80% من إنتاجه للخارج.